السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح الانسيرشن سورت. انا عندي هنا نفس الكود اللي كان موجود في البابل سورت، انا غيرت بس اسم الفانكشن خليتها انسيرشن سورت، لكن احنا في النهايه هنباست اراي وهنباست النمبر اوف اليمنتس اللي موجود في الاراي للانسيرشن سورت. المفترض هنا يحصل السورتنج، بما ان الاراي باست باي ريفرنس مش محتاج ان انا ريتيرن حاجه، وفي النهايه هبرنت الاراي بعد ما تكون سورتد. طيب الانسيرشن سورت شغال ازاي؟ given ان انا عندي دي الاراي الانسيرشن سورت من اسمه كده هو بينسرت الاليمنت في الرايت اندكس. يعني ايه الكلام ده؟ انا هكونسيدر اول اليمنت ده سورتد اوريدي، لو الاراي فيها اليمنت واحد فالاليمنت ده هيكون سورتد، وبعدين هبدا لوب من تاني اليمنت لحد الاخر. طيب هعمل ايه؟ خلينا مثلا ناخد الكيس بتاعت الاليمنت ده اللي هو 5، ده الكرنت اليمنت اللي انا واقف عنده، تمام؟ حلو قوي. بعد كده هبدا اقول طول ما الاليمنتس اللي قبله اكبر منه هفضل اشفت الاليمنتس دي لحد ما اوصل للمكان اللي انا هانسرت فيه. طيب انا هشوف كده، بصيت على الاليمنت اللي قبله لقيت الاليمنت اللي قبله 3 مش اكبر من 5، خلاص هبريك اللوب واخلي الفايف في مكانها زي ما هو. بعد كده اروح على الالمنت اللي بعده اللي هو 2. مين البريف بالنسبه لي؟ الخمسه. هل البريف اكبر من الكارنت؟ البريف اكبر من الكارنت، شفت الخمسه هنا، يبقى الاريا يبقى شكلها عامل كده 3 5 5 3 7 8 4. وبعدين هتشيك هل التلاتة أكبر من الاتنين؟ التلاتة أكبر من الاتنين، شفت التلاتة مرة برضو، فيبقى عندي 3 3 5 3 7 8 4. واحنا كنا مبكبين الاتنين في البداية، هبريك من اللوب دي وانا الاندكس بتاعي بزيرو، هست الاندكس زيرو باتنين، فيبقى عندي 2 3 5 3 7 8 4. بعد كده هخش على الاليمنت اللي بعده اللي هو 3. 5 greater than 3 هاخد اول حاجه هبقى بال 3 اللي هو الكرنت اليمنت، وبعدين هبتدي من البريف اللي هو كان الاندكس ده، عملت تشيك لقيته اكبر هنقله خطوه، هتبقى الاري 2 3 5 5 7 8 4. بعد كده هتشيك 3 greater than 3، لا هطلع من اللوب وانا الاندكس بتاعي واقف عند البوزيشن ده، هست البوزيشن ده ب 3 اللي هو الكرنت اليمنت بتاعي. دي هتبقى شكل الاري. هخش على الاليمنت اللي بعده اللي هو 7، ده الكرنت، البريف اللي هو 5، 5 اكبر من 7؟ لا. هخش على الاليمنت اللي بعده اللي هو 8، ومين البريف؟ 7، 7 اكبر من 8؟ لا. هخش على الاليمنت اللي بعده اللي هو 4، مين البريف؟ اول حاجه هبقى بالاربعه زي ما قلنا اللي هو الكارنت، الكارنت بتاعي باربعه. بعد كده عندي البريف اللي هو في حالتنا هنا بادئ بالتمانيه، تمانيه اكبر من الاربعه؟ شفتها مره، هيبقى عندي الاراي بالمنظر ده 8 8. بعد كده هخش على ال 7، 7 greater than الكارنت اللي هو 4؟ شفتها. بعد كده هخش على ال 5، 5 greater than 4؟ شفت. 3، 3 greater than 4؟ لا. هطلع وانا البوينتر بتاعي واقف عند ال 5، هسيت ال 4 هنا 2 3 3 4 5 7 8. ده باختصار ال insertion sort. نمبلمنت الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هلوب من ال int i ب 1 وال i اقل من ال n وال i بلس بلس. طب ليه انا ابتديت من عند ال 1؟ لان اول element زي ما قلنا هو sorted، لو ال array ما فيهاش غير 1 element فال element ده هيبقى sorted. بعد كده هقول int ال current هو عباره عن مين؟ ال index اللي انا واقف عنده اللي هو array ال i، وبعدين ال brief او ال element سوري اللي انا واقف عنده، ال brief اللي هو previous pointer اللي هو هيبقى عباره عن مين؟ i minus 1. وبعد كده هتشيك طول ما البريف greater than or equal to 0 and الاراي بتاع البريف
كان اكبر من الكرنت ايليمنت، في الحالة دي هعمل ايه؟ هخلي الري البريف بلس 1 بيكوال الري البريف. من الاخر كده هشفت البريف والبريف ماينس ماينس. وبعدين بعد ما اخلص اللوب دي هيبقى معايا الاندكس اللي انا هانسرت فيه الكرنت، يبقى array index بيكوال الكرنت. That's it. نران ونشوف ايه الاوتبوت. طلع فيه مشكلة. مفيش حاجة اسمها index ref. اوكي نران في كده مشكلة. طول ما ال brief greater than or equal to zero and array ال brief greater than ال current array brev plus 1 بيكوال array البريف وبعدين البريف ماينس ماينس. هنطلع من هنا دي بريف بلس 1. اوكي array brev plus 1 هيبقى بالكارنت، لان انا هطلع من هنا في حاله من الاثنين. الحاله الاولى ان انا اكون وصلت للزيرو، البريف وصل للزيرو او سوري اقل من الزيرو، في الحاله دي بريف بلس 1 هيبقى هو عباره عن الزيرو. او ان انا هطلع من هنا واري البريف اقل من او يساوي الكرنت، فهيبقى ده البوزيشن اللي انا هانسرت فيه هو البريف بلس 1. تمام. انا عندي 2 3 3 4 5 7 8. شكرا.